هو لا خلاف لا مرأس المول دي أنه الوضعية الاقتصادية فيها ترتبات، فيها ترسبات الحكومات السابقة اللي تورط في الفساد وفي الإرهاب الله لا ترده، واللي عمل فساد حقيقي الناس كل مع المحاكمات ما فيش خلاف هذا، اللي تورط في الفساد من وزراء ومن الحكومات. نحكي على حاجة أخرى، الفساد موجود مقبل، المشكل واحد تعرف جاي هز في شكارة كبيرة متاع قمحة، واخر هكا واخر هكا، أنا مش نهزش كارة القمح، جاهزها طاع يقولش بيك، كنت نتصورها شعير يا ولدي كيفاش يعني انت كدهمت في 25 جويلة باش تصلح، هي هك بعد ربع سنة عملت شيء، اجمع اخويا امورهم تعبة تو يا اخويا ظهرت شكارة الشعير هي ورينا روحك يا اخي. قضايا تونس ومشاعبها لا يمكن اللي يحلها شخص معناها يتمسك ويحوز على جميع السلطات وزارين معناها يد واحدة في غياب لا يمكن مواجهه، لا تستوجب تونس إلا بحوار، نرجع ونقول إلا بحوار، وأن المؤسسات وتوازن بين السلطات، كل سلطة تقوم بمهامها باستقلالية وبناموس معناها متعارف عليه، وتتراقب السلطات تراقب بعضها وتوازن بين حتى لا تتغول أي سلطة من السلطات. نعم. بكل أسف معناها السيد عايد مسك جميع هذه السلطات بيد واحدة ويواجه استحقاقات إبلاد في كل مجالات الحياة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحلها وحده معناها يعني الفشل نتيجة طبيعية وحتمية للمسار التفرد متاعه. أحزاب بدأت تعمل يبقى الدعوة إلى حوار وطني حقيقي معناها يعالج قضايا البلاد معناها لمعالجتها، معناها لا يمكن لشخص واحد يعالج كل هذه المجال. نعم. مش ممكن معناها تشويه مآل بكل أسف مآل إلا الفشل ومآل إلا معناها مزيد من الضياع ومزيد من المصاعب، مزيد الضياع والمصاعب. نعم. جزيل الشكر سي المولدي الفاهم عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، والشكر موصول سي ناصر الدين السويلمي كاتب الصحفي من بون ألمانيا. موعدنا تجدد معكم إن شاء الله، كان بقي في العمر وبقي بداية الأسبوع إن شاء الله، ونسأل الله الثبات إن شاء الله يقبل منا إحنا الدعاء، لأنه الدعاء يقبل من الصالحين الثابتين، ربي ثبت المقاومة وتطالعنا من حين آخر. يعني عمليات بطولية ما زالوا صامدين في ظل آلة القصف وآلة التدمير وآلة الإبادة تحت أنظار العالم. في أمان الله وحفظه إن شاء الله. السلام عليكم.